الحين احنا بنخش على واحدة صوفية وكرامات، هل كرامة المرأة نفس الرجل عند السادة الصوفية قدسها الله؟ نفس المستوى؟ من شيوخ السيوطي امرأة اسمها الشيخ رجب. رجب بس عايش تهنما والخول فيك جميل. اسم الشيخ ايه؟ ولا تريان الناس الا تجملا نبى بك دهر او جفاك خليل. ايوه نعم. وان ضاق رزق اليوم فاصبر الى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز عني النفس ان قال مالا ان قل مالا ويغني عني المال وهو دليل. هي حرمة يا شيخ اسمها رجب يا شيخ. ايوه يا مقبل انت عليه. ولا خير في ود امرئ متلون اذا الريح مالت مالت حيث تميل. جواد اذا استغنيت عن اخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل. أيوة. فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. نعم. هذا الشافعي ولا الإمام علي؟ لازم أنت وقت الإمام علي. طيب الحقيقة إنه الأبيات دي شوف قصيدة صون النفس. أنت دخلت علينا 100 خط. كل ما شاء الله. أيوة ما شاء الله. الرجال والنساء. لا لأن هنا يقول لك ولاية عامة وما يصير المرأة تأخذ منصب. هذا كلام القضاة زمان. دلوقتي القضاة بيعينوهم من النساء. اي والله بمصر حاطين صور قاضيتين امرأتين قاعدين على المنصة. خلاص عينوهم من يومين ثلاثة كلهم عينونا. والله أنا أيدهم. المهم خلونا عائشة، خلونا عائشة بنت أحمد الإدريسية ولية الله تعالى السيدة الكبيرة. لحظة مقبل، الشأن الحسنية النسب والدة المؤلف كانت من عباد الله الصالحين، يعني والدة الطعمي. ايه الطعمي هذا سبحان الله طلع حسني. لحظة يا مقبل بس نكمل هذه بعدين نعلق. كانت من عباد الله الصالحين ذات اجتهاد في الصيام وقيام الليل ودوام الذكر، لا تأكل في من أيام الله إلا القليل، عظيمة الرجاء في الله تعالى. مجاب الدعوة أخذ التصوف عن الغزواني والهبطي، وكان الغزواني كثيرا ما يسأل عنها الفقراء الواردين عليه بمراكش من العرب ويأمرهم بزيارتها. وكان والد سيدي الغزواني وهو من الأولياء يضع يده على رأسها وهي صبية صغيرة ويقول إن هذه الصبية يكون لها شأن عظيم، وكانت لا ترد لها شفاعة أصلا. من كراماتها كانت تأتي بالأسرى من بلاد الكفار وأتت بزوجها من الأسر في الحال، وإذا وضعت يدها المباركة على علي شفاء الله بقدرته والناس يستشفون بتراب قبرها. طيب اسمه السيد البدوي كان بيجيب الأسرة. إيه سيد البدوي جاب الأسرة. عبد الخالق ما عجبوش الكلام. والله احنا نترك هذا. طيب